تواصل الفنانة يسرى اللوزي تصوير دورها في مسلسل آدم وجميلة مع المخرج أحمد سمير فرج في مدينة 6 أكتوبر. المسلسل تصل عدد حلقاته لـ60 حلقة، وهو من تأليف فداء الشندويلي، ويشارك في بطولته حسن الرداد وزكي فطين عبد الوهاب وحسين الإمام وأحمد صيام وميار الغيطي وحنان سليمان وعفاف رشاد، ومن المقرر أن يعرض في رمضان القادم. عمته بتقولك زباطي الكام سطر دول تاني. أوكي ماشي. في إيه يا غالي مالك؟ بفكر أروح لبيمبم ودنيا الدوبلاج النهاردة. بيمبم ودنيا برضو؟ انا خايفه قوي يا فريد. يا بنتي ما تخافيش، مش احسن ما انت قاعده تشخبطي في الورق كده وتهري تنكتي في نفسك؟ استنى ايه ده اللي اتفقنا عليه؟ تحبي اجي معاكي ليه؟ عشان يقول عليا هفق؟ صح كده تربيتي. بس يا فريد